نبقى في اليمن حيث ندى الأهدل طفلة يمنية هربت من منزل أسرتها بعدما بلغ مسامعها أن والدها ينوي تزويجها، فلجأت إلى عمها ومن ثم إلى منطقة تعنى بحماية الطفولة. الميادين جمعت بين الأسرة وابنتها وخرجت من الأب بتعهد بعدم تزويجها قبل بلوغها السن القانونية. بخفة تركض وبأريحية تضحك وببراءة تلعب، ندى ذات الأحد عشر ربيعا غادرت منزل والدها هربا من كابوس الزواج المبكر قبل أن تقع فأسه الغليظة على رأسها الغض. أبي ورى بني عمي الدبلة حقي، قال ندى مخطوبة، فجيت قلت أبي أنا مخطوبة، قال لي لا بس محجوزة. رجعت فكرت الليل، بعدين عرفت الساعة 6 لعند عمي. إلى هذه المنظمة لجأت الطالبة في الصف الخامس الابتدائي، وفيها شرحت قضيتها لمجموعة من المحامين في واحدة من ورش العمل الخاصة بزواج الصغيرات. إيش الزواج؟ إيش يبغى عند عمي؟ في عند عمي حرية. ورغم ذلك لم تتماسك ندى لحظة رؤية والدها، قبلات وعناق ولحظات استثنائية رصدتها كاميرا الميادين، انتهت باعتراف رب الأسرة وتعهده في الوقت نفسه بعدم تزويجها قبل 17. الناس من المعجبين أرادوا أن يخطبوها عندي، قلت لهم عندما تبلغ لها الحق أن تقول أيوه ولا لا فقط. لحد الآن ما في هذا الخبر، لأن أنا تعهدت لهم أن أنا ما أزوج إلا بعد 17 سنة. عودة بطعم الانتصار للطفولة والأطفال كما تقول ندى نفسها. فتاة لم تنقصها الشجاعة لتواجه أسرتها بل والمجتمع بأسره، بعكس قريناتها اللواتي صمتن وتحولن فيما بعد إلى ضحايا للزواج المبكر. نجود الأهدل ضحية سابقة أرغمت على الزواج في 8 من عمرها على رجل يكبرها بعشرين عاما، وبحسب دراسة صادرة من جامعة صنعاء فإن ما يقارب من 52% من الفتيات اليمنيات تزوجن دون سن 15. يعني النسب تتحدث عن يعني نسب كبيرة جدا من الزيجات التي تحدث دون سن 18، وهذه تحدث غالبا في المناطق الريفية. ورغم تضافر العديد من الأسباب والعوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تقف خلف ظاهرة الزواج المبكر، فإن افتقار اليمن لقانون يجرم هذا الزواج ساعد على تفشي الظاهرة بشكل كبير. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين.